أنا من مواليد منطقة الحورة بالبنامة في عام 1950. طبعا في ذاك الوقت يعني ما نتذكر بالضبط، ما عندنا شهادة رسمية، لأن كانت الولادة في البيت، يعني تصير تتم في البيت. بس طبعا لما رأينا يعني بنسجل حق المدرسة لابد أنك يعني تعرف التاريخ. فحسب علمي أننا كنا أفتكر اتجهنا إلى مستشفى الإرسالية الأمريكية اللي هو المستشفى الأمريكي، كان عندهم سجل أو حاجة من هالنوع، فعرفنا أن نحن من مواليد 1950. نسجل حق المدرسة الابتدائية، وذاك الوقت كان لما بتروح المدرسة ما يسألونك عن عمرك، كان عندنا المقاس الوحيد أنك تخلي يدك وتصيد الأذون اللي هنا، اللي يقدر يوصل أذونه بس يأخذونه المدرسة يقبلونه يعني. فكانت هذه الإشارة اللي يعني من خلالها يقبلون الطالب. هذه كان الكلام في 57. كنا في مدرسة القضابية اللي هي كانت ابتدائية وبعدين تحولت إلى ابتدائية إعدادية، موجودة لحد الآن المدرسة. وهذه المدرسة طبعا أنا أعتبرها واحدة من المدارس اللي يعني المثالية بالنسبة لي، في من حيث الدراسة، من حيث الإدارة، من حيث كان الأنشطة اللي كانت فيها في ذاك الوقت. كانت فيها أنشطة ثقافية، أنشطة رياضية. لما رحت انتقلت المدرسة الثانوية كنت ضمن فريق كرة القدم مع المدرسة المنامة الثانوية. أنا كنت ألعب مع فريق المدرسة حارس مرمى احتياطي، وكنت في النادي أيضا ألعب حارس مرمى للفريق الثاني مش الفريق الأول. وبعدين طبعا يعني تحولت إلى التدريب. والله أتذكر أول يوم اللي هو أصعب يوم، كان أول يوم رحت فيه المدرسة، كان الوالد الله يرحمه شاري لي شنطة من اللي هو البطاط العادي يعني. يعني ما كنت أروح عن المدرسة، تعرف أول يوم لازم بالقوة يعني مسافة، لازم أمشي من منطقة الحورة إلى منطقة القضيبية اللي هي عن، إذا أنت تعرفه الحين اللي هو مجلسي الشورى والنواب المبنى، هنا مدرسة القضيبية بالضبط موجودة لحد الآن المدرسة. وإحنا بيتنا فوين في الآن شارع المعارض، فكنا نمشي. وكنا طبعا يمكن أكثر يعني المواقف اللي شوي صعبة، إن إحنا ساعات لما نطلع من البيت ونروح المدرسة نتأخر كثير، نتلكأ في المشي ونروح من يمين ويسار، فنوصل متأخرين شوي. مدير المدرسة واقف لنا اللي هو الناظر يعني، واقف لنا بالعصا، تتأخر لازم ضرب، تتأخر عن الطابور صباحي خصوصا في الشتاء برد وضرب، تفتح اليدين. فأنت على حسب التأخير، تأخرت خمس دقائق تحصل لك من ثلاث أربع ضربات، كل ما تتأخر أزيد. نعم، فكان هاي من المواقف اللي ما نساها يعني في المدرسة. بس صراحة كنا يعني تعلمنا كثير فيه، يعني كان بالفعل تحس المدرس مدرس، تحس إن أنت يعني من حيث الاحترام، من حيث حتى أداء مهمته هو كمدرس يعني يحاول يعلمك، يعني ما يترك لك ما يعني. الآن طبعا تغير النهج التعليمي في المدارس، كان الحين الطالب يعتمد على نفسه أكثر من على المدرس. الأول المدرس له دور كبير في شلون يوصل لك المعلومة، وكان له شخصية كبيرة. يعني المدرس احنا كنا نخاف نشوفه برا، نخاف لما يشوفنا برا نلعب، أو إن احنا مثلا والله طالعين بنروح مثلا سوق أو بنروح منطقة، يشوفك المدرس تروح عنه شارع ثاني عشان ما يشوفه، لأن يوم ثاني عاقبك. وين رايح أنت؟ ليش رايح المكان الفلاني؟ أنت لازم تجتهد، لازم تجابل دروسك، لازم تسوي الواجبات. أنا أكبر واحد في البيت، وعندي أخوان وأخوات يعني كثير، عندي خمسة أولاد وثلاث بنات. أي نعم، يعني كنا في بيت واحد، بيت صغير جدا كان ذاك الوقت، فيه حجرتين بس عندنا بيت. طبعا نفس البيت اللي الآن موجود، احنا بس توسعنا شوية بعد ما أنا اشتغلت يعني. شريت مع الوالد الله يرحمه، شرينا القطعة البيت اللي كان لاصق في بيتنا، دخلنا على البيت عشان نتوسع شوية. بس كنا يعني ما كنا متضايقين، كنا مرتاحين يعني، رغم العدد اللي فيه في البيت مثلا 11 شخص في بيت غرفتين، احنا ننام في غرفة واحدة
كله أو في الشتاء، في الصيف فوق السطح ما فيش مكيف، ما فيش مراوح، فوق السطح. السطح ويطلع عليكم الشمس. تطلع الشمس تطلع الشمس ويجيك احنا نسمي الطل اللي هو الندى يعني في الصيف. نفرش الفراش من بدري عشان يترطب شوي فاني ننام، وننام بدري. ذاك الوقت ما كان في كثير فعاليات بالليل واحنا صغار يعني ما نطلع في الليل، بس لا صلاة المغرب وتلفزيون في بيت في المنطقة كلها بيت أو بيتين، فساعات نروح بيت الجيران يعني في يمكن الجار السابع أو الجار الثامن عنده تلفزيون، نروح نقعد عندهم نشوف بعض البرامج اللي كانت تبث عبر تلفزيون أرامكو، لأنه ما كان له فيه إلا أرامكو بس، البلاك أند وايت تلفزيون أسود وأبيض تلفزيون أرامكو. بعدين طبعاً جات محطة الكويت، ومحطة الكويت لما جات في ذاك الوقت كان شيء يعني غريب، لأن محطة الكويت كانت متقدمة نوعا ما على أرامكو، لأن أرامكو كان يعتمد على الأفلام المعلبة أكثر، الأفلام الأمريكية، المصارعة الأمريكية، الرياضة الأجنبية، ما فيش لوكال، ما فيش برامج، قليلين يمكن برنامج وبرنامجين محليين، باقي كلها برامج أجنبية. أنا ما طولت في الملاعب كثير لأن ما كنت يعني اللاعب بارز، كان في لاعبين افضل مني في المراكز اللي انا العب فيها، فانا لما وكنت انا يعني عندي هوس القراءه، فكنت اقرا كثير جرايد عربيه وجرايد انجليزيه كمان عن الرياضه، وكنا في النادي نعمل مجله حائط فيها الاخبار الرياضيه، النادي العربي اللي هو الان بعد سلسله من الاندماجات وصل الى نادي النجم الحالي، هو كان العربي بعدين صار الوحدة بعدين صار الهلال والآن صار النجمة، هو نفسه امتداد. طبعا دمجوا معه عندي كثير من منطقة فريج الفاضل ومن الحورة ومن القضبية ومن السلمانية ومن يعني كل المنطقة الآن صار نادي النجمة. فأنا جذوري في العربي تمتد إلى اليوم في النجمة. فكنت أنا في ذاك الوقت يعني عقب ما تركت اللعب كنت أساعد المدرب الأول اللي هو الأستاذ الأديب الكبير القاسم محمد عبد الملك، هو كان هو المدرب الفريق الأول، هو الأب الروحي لفريق النادي العربي، وهو الشخص اللي وجهني في مجال التدريب وفي مجال الصحافة أيضا، لأنه هو كان يدرب ويكتب، يكتب أدب يكتب رياضة، وبعدين تفرغ للأدب أكثر. فهو لما شاف عندي هوس الكتابة وعندي يعني مثل ما تقول يعني موهبة في الكتابة، هو اللي اصطحبني إلى جريدة صيد الأسبوع في أول صدورها 1970. من ذاك الوقت أنا بديت أكتب 1970 أبريل 1970 بدأت مسيرتي الصحفية. في التدريب كنت أنا أساعد الأستاذ محمد في التدريب كمدرب مساعد، وأدرب الفرق الصغيرة الشباب، يعني كان ذاك الوقت لسه قلنا بنأسس فرق صغيرة للفئات العمرية. وبعدين لما محمد نوى أن يعتزل التدريب وكان بيتفرق للكتابة الأدب، رشحني أن أنا أكون مدرب للفريق الأول. في ذيك الفترة أخذت الفريق الأول، وأول ما أخذت الفريق الأول بعد موسم أو موسمين نزلنا إلى الدرجة، نزل هبط الفريق، لكن الحمد لله في نفس الموسم اللي هبط الموسم التالي رجعنا مرة ثانية، شو رجعنا بقوة أكثر، صار في تغيير في الوجوه في اللاعبين. السنة اللي بعديها اللي بعد النزول اشتغلنا مضبوط، شغلنا روحنا زين، قدرنا نأخذ بطولة الدرجة الأولى، بطولة الدوري المشترك، بطولة الشباب، وصعدنا بقوة إلى مصاف الدرجة الممتازة، واستطعنا أن نحرز بطولة دوري الدرجة الممتازة بعد 3 مواسم من استلمت الفريق أو 4 مواسم، أخذنا بطولة الدرجة الممتازة وهي البطولة الوحيدة في سجل النادي لحد اليوم. ما أخذنا بطولة دوري، أخذنا بطولة كؤوس نعم، بس ما أخذنا بطولة دوري على مستوى الدرجة الممتازة بالنسبة لنادي النجم الآن الحالي. طبعا في ذاك الوقت انا في الاثناء دي انا رحت
مرشح من قبل الاتحاد البحريني لكرة القدم إلى حضور دورة مدربين دولية نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في إيران لمدة 3 شهور. والله كانت الدورة كانت تف كثير، كانت مضغوطة، وكانت يعني المدرب كان الله يرحمه ديتمر كرامر، ألماني مدرب سبق أن درب منتخب ألماني، مدرب شديد، وكان جايب معه زوجته. زوجته كانت سكرتيرة وزير خارجية ألمانيا في ذاك الوقت، وتقاعدت وجات مع زوجها رفيعة هي شوية. فكنا احنا في المعسكر مالنا نعمل تمارين، هو تمارين لياقة بدنية وقوة، وكان يسوي عمل البوش اب الضغط. ففي مجموعة من الإيرانيين المدربين اللي معانا شوي تكسلوا، فهو نده على مراته، نده عليها قال لها اعملي 50 بوش اب، فعملت 50 بوش اب. قال دي يعني ست احسن منكم انتم. كان شديد شديد يعني، في اول يوم محاضرة الساعة 6 الصباح ينزلنا تحت ناخذ شاور بارد شاور حرافي. كان نشتعل لان كنا في سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر، ليش يعني 4 شهور دزوا علينا. يعني في 2 أو 1 مدرب أو 2 مو متذكر بالضبط من إيران من المجموعة الإيرانيين تأخر 5 دقائق، قال يمشي يروح البيت ما يدخل المحاضرة. فقام مسؤول معسكر إيراني، كان مسؤول اللي هو المنسق العام، ضابط كبير في إيران، مدرب معروف حشمة مهاجراني، مدرب إيراني معروف، حاول يتوسل حق ديتمر كرامر إنه يدخل ذي. قال له ما يخشش، يخش أنا أمشي أروح ألمانيا أروح الفيفا وأعمل تغرير عليكم. كان شديد، كان مسنود من الفيفا. وبعدين هو يعني تعرف أنت الألمان مثل ما تفضلت مكينة. علاقة المدرب لازم تكون علاقة قوية. الشغل في الملعب غير الشغل برا الملعب، يختلف. المدرب الناجح، وانت تشوف اليوم يعني من المدربين الناجحين كلوب في ليفربول، غوارديولا في مانشستر سيتي، من المدربين اللي تشوف يعني لا علاقة، كأن اللاعب ذي ابنه يروح يضم اللاعب بعد المباراة وإذا مهزومة وإذا فايز، ما يحسس انه هو مدرب ولاعب. بس في الشغل اللي احنا ما نشوفه غير، هو سيريس في اثناء التدريب اللي يمكن مشكله نشوفها على الهواء، اشداء هم المدربين ذلين. ما فيش يعني 1 2، لا انا كان في لاعبين اكبر مني سنا يعني معاي في النادي اول ما استلمت، ما فيش صعوبه، لان الجيل اللي كنت اشتغل معاه رجاله مثل ما يقولون المصريين، ذاك الجيل كان جيل رجال. ما يعني انت مدرب يسمع كلامك. كنا نعمل جلسات برا على الملعب، يعني نطلع مثلا ايام الجمعه اللي ما فيش مباريات نطلع رحلات بحريه، مش بحريه، على السواحل، نعمل تمارين على السواحل، ناخذ معنا كور طبيه، ناخذ يعني نعمل يعني تدريبات ترفيهيه، نلعب كره طايره شاطئيه، نلعب نجري في الرمل، نعمل سباحه، تحسس اللاعب، نخرج اللاعب من جو المنافسه بحيث انه ما يكون يعني تحت تنشن دائما. في احد المواقف مره واحد من اللاعبين واحنا نلعب احدى المباريات على استاد الاتحاد في المحرك، بالخطا مدافع هو بالخطا سجل علينا هدف، وطلعت المباراه انتهت بهذا الهدف اللي احنا مهزومين فيه. رجعنا النادي طبعا وكل واحد راح بيته، ما كلمتوه، كنا زعلانين يعني ليش خسرنا. لا احنا كثير نزعل لما نخسر، مش زي النهار يعني الايام دي يخسر يروح الكوفي شوب شيء عادي عنده، ما يتأثر. نوادر اللاعبين اللي يعني يتأثرون بالهزيمة، الغالبية تحصله بيطلع من الماتش خلاص. إيه يعني فيها إيه، بيقول لك ديكورة قالب مغلوب، إحنا الأول ما فيش، لا ليش أنا إزم. فاللاعب ذي أنا افتكرت إنه راح البيت، أنا رحت البيت على طول غيرت وجالس في البيت ما طلعت يعني.
جات والدتها تخبط على على بابنا وتسألني تقول لي فين أحمد؟ ما جاش. قلت لها ما يصير، إحنا كلنا وصلنا معانا أحمد. قالت لا والله ما لسه ما جا البيت يعني. فقمت أنا قلت لها أوكي تروح البيت أنا بروح أشوفه. رحت النادي ما حد في النادي. فخذت لفة في داخل المنطقة شفت الولد قاعد في كورنر في الفريج في لمبة فوق هو تحت بنفس اللباس وندمان يعني قاعد يبكي يعني أو كان يبكي يعني قبل. فأنا خدت بيده ووديت قال أنا يعني وايد يعني متأسف شلون يلقول وشلون. قلت له خلاص دي كورة وانتهت غلطة، أنت سويت أشياء كثيرة نقذتنا فيها، هاي خطأ يعني كل واحد فينا يغلط، فأنت هاي الموضوع انسى وروح البيت وريح. والولد موجود للحين واحد من المخلصين اللي أنا أعتز فيهم لحد اليوم. أنا طبعا تركت التدريب مجرد ما تزوجت في 81 تركت التدريب. التدريب ذي لازم فيه تفرق وفي تنشن وفي بلاوي، يعني أنت تبي تشتغل تبي تجابل بيتك وعيالك، ذاك الوقت ما عندي عيال بس زوجتك توك بتتزوج يعني تبي تكون أسرة تبي. فشفت يعني وايد صعب، يا التزم هني يا التزم هني. حولت من مدرب صرت إداري في النادي، ها صرت إداري في النادي يعني أخف وطعا من التدريب لأن تنشن التدريب ضغط التدريب أكثر. تدريب يعني أنت مثلا أنا كنت أشتغل في البنك، فدوام البنك أرجع البيت متأخر الظهر يدوبك أتغدى أبدل وأروح الملعب، أرجع من الملعب بعد المغرب عشان تأخذ شاور شوية تروح النادي خلاص انتهى اليوم. فالأريح أنك أنت تترك. تركت التدريب وكنت أنا أثناء التدريب وأنا أدرب كنت أكتب لأن أنا كتبت بديت الكتابة سنة 70 وتركت التدريب 81 يعني في فرق 11 سنة. في هالأثناء كان في عندي مزدوج العملية بين التدريب والكتابة. تفرقت حق الكتابة طبعا الكتابة يعني مثل ما قلت لك أنا كان عندي هوس الكتابة حتى قبل وأنا ألعب يعني استمرت معاي ولليوم أنا أحب أكتب أحب أقرأ أحب يكون رأي موجود يعني في الوسط الرياضي. فاستمريت في الكتابة طبعا في صدى الأسبوع بعدين المواقف بعدين صدرت أخبار الخليج انتقلت إلى أخبار الخليج الصحافة اليومية كنت صحافة أسبوعية فرق كبير بين الصحافة الأسبوعية والصحافة اليومية. ومن أخبار الخليج صرت مراسل لجريدة الخليج الإماراتية لحين ما بدأت الأيام انتظمت مع الأيام كمتعاون في البداية يمكن سنة وسنتين وبعدين أنا كنت من المؤسسين من التأسيس في الأيام من التأسيس في أخبار الخليج ومن التأسيس في الوقت. فكلهم ذل مريت عليهم الجرائد. مسيرتي الآن في الوطن ككاتب عمود. في الأيام كنت رئيس قسم وأول يعني رئيس قسم يتبنى إصدار ملحق رياضي موسع في البحرين على مستوى ملاحق الرياضية. عملنا يعني ملحق كان متميز تغطية شاملة مجموعة من الأخوان والزملاء اللي أعتز فيهم كانوا معاي في القسم الآن هم من أكبر الإعلاميين يمكن نذكر منهم أخونا ناصر محمد رئيس القسم الرياضي في جريدة الأيام الأخ توفيق صالحي اللي هو مدير مكتب سمو الشيخ ناصر الإعلامي. بعدين يعني أعتز أيضا في مشواري الصحفي قدرت يعني أتخرج من مدرستنا في الأيام مجموعة من الصحفيين أو من الإعلاميين منهم مثلا الأخ عبد الله عاشور اللي في فترة من الفترات صار رئيس قسم الرياضة في الوطن ومراسل لوكالة الأنباء الفرنسية. لكن لأن شوف أنت في يعني أنت في العمل الصحفي أنت المفروض تكون واقعي موضوعي أكثر. ما في شيء شخصنة ما في شخصنة. ما في إن أنا يعني أنا ضد موضوع الإثارة من أجل الإثارة لليوم. حتى لما أروح ضيف في محطات تلفزيونية
يحاولون يستفزوني او يثيروني، ما احاول ابتعد عن الاسلوب، لان الاثاره من اجل الاثاره ما يستفيد اصلا المتلقي منك. انت تمثل قطاع يفترض تكون فيه يعني تقدم خدمه حق الجهه اللي انت تعمل فيه، اذا رياضه تخدم الرياضه من موقعك، انه والله انت تشوف الخطا. اذا انت محلل او انت ناقد رياضي لازم يكون لك وجهة نظر تصحح الخطأ، مش وجهة نظر ان تثير تكبر حجم الخطأ. هذه اللي قاعد يصير. يعني اليوم في كثير من حتى الوسائل التواصل يحبون الإثارة من اجل الإثارة، بس شنو النتيجة؟ انت ما حلت قضية، زيت انت القضية. انت المفروض تشوف المصيبة فين تروح تحاول تسوي لها مخرج، لان انت بخبرتك بدرايتك بحكمتك كإعلامي يفترض أنك تساهم مساهمة إيجابية مش مساهمة سلبية.